السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن هنا في مدينة ترابنك من أجمل مدن وبوسنة ومدن كبيرة في بوسنة، وبنزور في المدرسة الإسلامية اللي عمرها أقدم من 300 سنة، وبنصلينا الجمعة النهاردة في المسجد الملون اللي مبني من القرن 16 في مدينة جميلة، والمدينة دي شهدت المصادمات اللي حصلت ما بين الصرب والمسلمين في 1992-1995. وأخونا هنا هيكلمنا عن المسجد شوية. بخصوص هذا المسجد، هذا المسجد أسس سليمان باشا الذي كان الوزير هنا في هذه المدينة، لأن مدينة ترابنك كانت عاصمة البوسنة في وقت العثمانيين. يعني هذا المسجد نحن سماه مسجد ملون علشان داخله يوجد يعني الآيات القرآنية بالألوان المختلفة، يعني هذا من أكثر المساجد حتى في البوسنة. في هذا العام نحن الحمد لله أكملنا ترميم هذا المسجد. الحمد لله طبعاً، ودلوقتي إحنا السلام بقاله 24 سنة، وأتمنى إن السلام يفضل 450 سنة و1000 سنة إن شاء الله. ونراكم مكان تاني في البوسنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.